أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات المجلة السعودية، وسعيدين أنا والدكتور خالد نكون ضيوف عليكم في هالأسبوع، ونتمنى التواصل معكم، فارسلوا لنا لو سمحتوا أي رسالة أو استفسار على بريد البرنامج أو على صفحتنا في الفيسبوك، فحنكون مسرورين جدا في التعامل والتواصل والتفاعل معكم عن قرب. اليوم أعزائي المشاهدين حيكون عندنا سؤال مهم، لكن قبل ما ندخل في سؤال الأسبوع خلوني أرحب أنا وأنتو بأخي الدكتور خالد، فيا أهلا وسهلا فيك دكتور. هلا وغلا بالأخ عماد. يقول الوحي المقدس في كورنثوس الأولى 7:2 ليكن لكل واحد امرأته، صحيح، وليكن ولكل واحدة زوجها أو رجلها. فنعرف في نفس الوقت أنه الإيمان المسيحي أو العقيدة المسيحية لا يوجد فيه تعدد زوجات، وفي نفس الوقت نلاحظ أنه العهد القديم مثلا النبي إبراهيم أو الملك سليمان كانوا متعددين الزيجات، فكيف هل في الموضوع تعارض، ولا كيف تقدر تشرح لنا وتفهمنا إيش نقدر نجاوب على السؤال؟ صحيح، سؤالك مهم جدا، بس قبل ما أجاوبك الجواب أكيد حيكون للحريم أكثر من الرسالة. يا أخوي عماد أنت عارف طبعا إحنا عايشين بالسعودية، وكان بنشوف الجيران والأهل والأقارب يتزوجون تنتين وثلاثة وأربعة. ترى ما في واحدة في الدنيا كلها، لا تقول لي مسلمة ولا مسيحية ولا يهودية، دان الطبينة أحد يبغى الضرها والطبينة. نعم أكيد شايف، لكن بيصير ويأخذوا مبررات عشان الشرع الإسلامي بيسمح لهم. وربنا لما خلق آدم خلق له حواء، بتشوفها بالتكوين. نعم. واستشهد فيها مرقس 10، شايف، آدم وحواء، مش آدم وأربع حوات، مش آدم لا. وآمنة وفاطمة وسميرة وسعيدة، لا ما في، بس آدم وحواء. نعم. من البداية عشان الرجال يلتصق بمرته ومرته تلتصق به ويصيرون جسد واحد. أمين. في المسيح. لكن في تعدد زوجات، إبراهيم عدد، سليمان عدد، لكن ربنا مش راضي عنهم. سليمان مثلا تلاقيه بآخر عمره صار يتزوج نساء وثنيات، صار يذبح الأصنام، يعني حال عن الطريق الصواب. نعم. ربنا مش راضي، لكن صار فعلا سليمان، لكن مش أيوه. نعم. بس مش ربنا راضي عن هذه التصرفات طبعا. نعم. إذن هذا التصرف فردي وليس تصرف بأمر أو تشريع إلهي. لا تشريع الإلهي واضح، آدم وحواء، والمسيح قالها بالكتاب العهد الجديد، هذاك بالتوراة واضح، وبالعهد الجديد هم بعد واضح. نعم. لكن صارت مش انه ما صارت. نعم. طيب دكتور، احنا بصراحة في مجتمعاتنا نعاني من موضوع تعدد الزوجات او الزيجات، فحتى في دول إسلامية مثل تونس وتركيا ابطلت تعدد الزوجات. ايه. نفسي يا دكتور تقول لي ايش الـ 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 ايش مشاكل تعدد الزوجات، ايش السلبيات اللي ممكن تنتج من تعدد الزوجات من وجهة نظرك؟ صحيح، تعدد الزوجات اول شيء، يعني في بعض الدول العربية زي ما حضرتك تفضلت انه مو لغة تعدد الزوجات، لانه كمان الدول العربية تعتبر اسلامية. نعم. فقالوا اذا تبغى تتزوج الثانية تبغى تاخذ اذن الاولى، شايف، لانه بصراحة تسوي صدمة تيجي تتزوج واحدة وداخل على البيت وتقول لحرمتك القديمة أنك تزوجت واحدة تانية، يمكن يجي لها سكتة قلبية تموت. نعم. فيها. نعم. فهذه ما حتكون سعيدة، أكيد ما حتكون سعيدة، شايف. بعد كده حيصير في خلافات، الطباين ما يدانون بعض، شايف. بعد كده العيال حيصير خلافات، فهذه كلها مشاكل تصير، وبعضهم ما تتحمل يقول لك طلقني. نعم. وبعد ما تتطلق يصيروا العيال، الأب بجهة والأم بجهة، وهذا جاب حرمة تربي العيال غير أم العيال. نعم. فتصير مشاكل كثيرة ترى. نعم. مش يعني 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 حاب تقول مثلا إنه تعدد الزوجات يعتبر تهديد لكيان هالأسرة المقدسة اللي ممكن
شيء مثل هذا الموضوع يدمرها ويخرب علاقاتها. مش تهديد، هو فعلا حيدمر الأسرة. نعم. طيب كيف تنصحنا أو إيش كيف تختم الحلقة بنصيحة نستفيد منها يا دكتور؟ أنا نبغى نصلي يا عماد عشان مجتمعاتنا وخصوصا الإسلامية، لأنه المجتمع الغربية مش موجود تعدد الزوجات الحمد لله. نعم. فنبغى نصلي عشان ما يكون الطرف الثالث، تعرف الخيط مثلوث لا ينقطع. نعم. لأنه قوي، فلا نبغى نصلي عشان كل أسرة زوج واحد وزوجة واحدة يكون الطرف الثالث هو الرب يسوع معاهم. أمين. فيرتبطوا برفاق المحبة الحقيقية. المسيح يبغاك تحب زوجتك. تعرف الكتاب يوصف محبة الرجل لزوجته كيف؟ كيف؟ لازم تحب زوجتك مثل ما المسيح حب الكنيسة. إيش سوى المسيح عشان الكنيسة؟ فداها مات لأجلها. نعم. هذا هو الحب الصح، هذا هو الحب الحقيقي. يا سلام. أنا أصلي عشان تكون كل بيت عندنا في بالسعودية وفي العالم العربي كله يكون فعلا هذا الحب الحقيقي، حب المسيح للكنيسة يكون حب الزوج لزوجته. أمين. 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 يعني بركة كبيرة إنه يا دكتور إنه المسيح بارك هالأسرة وحماها. وأنا أرى إنه الأسرة المسيحية لا سيما الزوجة ممكن تشعر بهذا الأمان أكثر من غيرها، لأنها بعد هل 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 بعد حفاظ الرب يسوع المسيح على أسرتها بدأت خطوة ثانية في مرحلة الزواج، التربية والنمو الروحي وبناء الكنيسة الصغيرة في البيت. فنشكر الله يا دكتور على هالنعمة، ونشكرك على جوابك الشافي والكافي، وحنستمر معك وحنرجع في فقرتك الخاصة. وشكرا لك ثاني مرة يا دكتور. أهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا في الأخوة المشاهدين، والرب يحل بسلامه في جميع بيوتنا بالمسيح يسوع. آمين. آمين. آمين.